لما ابتدي بقى نتكلم على الفيزيكس بتاعت الام ار اي، الستابس اللي احنا بنحتاجها عشان نعمل ام ار اي 3 حاجات. اول حاجه ماجنتيك فيلد، لازم البيشنت يبقى بليست انسايد ماجنت، والماجنت ده يبقى له قيمه عاليه زي ما نشوف ليه بعد شويه صغيرين. الخطوه الثانيه ار او راديو فريكوانسي بالس، لازم نبعت ار اف بالس للجسم، والار اف بالس دي بتبقى بيسكلي يعني هي تيوند على حاجه معينه احنا عايزين نتكلم معاها جوه الجسم. الحاجه الثالثه حاجه نسميها ريلاكسيشن، الجسم بقى بيرد على الايه الار اف بالس دي. اللي بيحصل ار اف بالس دي بتمتص من الجسم، وبعد كده ريلاكسيشن دي المرحله بتاعت ان الجسم بقى بيرجع تاني الجراوند ستيت بتاعته، وبيجيف اوف الانرجي بتاعته ان تيرمز اوف مثلا ار اف انرجي تانيه. وار اف انرجي التانيه دي بنقدر ان احنا نكولكتد، ونقدر ان احنا بعد كده نبني بيها صوره. فعندنا ام ار ار ماجنتيك فيلد، ار راديو فريكونسي، ار ريلاكسيشن. فاحنا بيسكلي بنحط البيشنت في ماجنتيك فيلد، نبعت ار اف، هو الجسم بعد كده او الحاجه اللي احنا عايزين نصورها في الجسم بعد كده بترد علينا بار اف. بقياسنا الار اف ده نقدر نبني صوره الام ار اي.